هذا يذكر الاستخارة، إذا صليت صلاة الاستخارة ودعوت بالدعاء، هل تذكر الشيء الذي تستخير فيه؟ نعم تذكر الشيء الذي تستخير فيه، تسمي حاجتك الزواج، تقول إن كان هذا الزواج، إن كانت هذه التجارة، إن كان هذه الشركة أدخل خيرا لي، تسمي حاجتك التي تريد وتستخير الله جل وعلا فيها. نعم.